المحطة الثانية من الجولة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تبدأ اليوم بجمهورية غينيا بيساو التي يحل بها العاهل الكريم قادما من جمهورية السنغال. فخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو السيد جوزي ماريو فاز في مقدمة مستقبل جلالة الملك هنا بمطار أوزفالدو فييرا الدولي. سلام حار وترحيب مميز للعاهل الكريم يكرس التقدير والاحترام الكبيرين اللذين يحظى بهما جلالة الملك نصره الله كقائد عربي وإفريقي كبير، والمكانة المتميزة التي يتمتع بها المغرب على الصعيدين القاري والدولي. بعد تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين استعرض صاحب الجلالة وفخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو تشكيلة شرفية مكونة من وحدات القوات المسلحة بغينيا بيساو أدت التحية، فيما تطلق المدفعية 21 طلقة ترحيبا بمقدم صاحب الجلالة. وتقدم للسلام على صاحب الجلالة الوزير الأول السيد دوني غوس سمويس بيريرا وأعضاء حكومة غينيا بيساو وكبار الضباط في القيادة العليا للقوات المسلحة بغينيا بيساو وأعضاء الديوان الرئاسي وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة ببيساو وممثل الطوائف الدينية والزعماء التقليديين. جمهورية غينيا بيساو تعانق اليوم صاحب الجلالة وتخصه بأروع استقبال يجسد المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية ويؤسس لعهد جديد ولشراكة جديدة مبنية على التضامن والتنمية المستدامة. جولة ملكية إفريقية مباركة ترتكز على ثوابت القرب والالتزام والتضامن والتعاون المشترك، لم يتوانى العاهل الكريم على تثبيت دعائمها في علاقة المملكة مع جميع الدول. الزيارة الملكية لغينيا بيساو تكتسي رمزية خاصة كونها تتم إلى بلد إفريقي في حاجة للدعم السياسي، وهو البلد الذي اجتاز بالأمس القريب
أزمة سياسية استمرت لسنوات قبل أن يشهد في ماي من سنة 2014 انتخابات رئاسية دشن من خلالها مسار البناء الديمقراطي الذي دعمه المغرب انسجاما مع مقاربته الشاملة والمندمجة الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار. تأتي زيارة جلالة الملك إلى غينيا بيساو لتكرس دوام الاتصالات واللقاءات بين قائدي البلدين، ذلك أنها تتم بعد أشهر من الزيارة الخاصة التي أجراها رئيس هذا البلد السيد ماريو فاز إلى المغرب في يناير الماضي، والتي استقبل خلالها من طرف جلالة الملك. زيارة رسمية للعاهل الكريم تترجم بالفعل السياسة التي أرساها صاحب الجلالة للمغرب واتجاه إفريقيا، والتي تروم تعزيز التعاون جنوب جنوب في إدراك واضح ووعي كامل من جلالته بأن قوة إفريقيا في وحدتها وتكتل بلدانها وتعاونها. صاحب الجلالة ما فتئ يقرن القول بالفعل من خلال ترجمة حرصه على إقامة علاقات سياسية قوية ونموذجية مع البلدان الإفريقية بمبادرات على أرض الواقع، لا سيما عبر زيارات مثمرة لهذه البلدان تتوج بشراكات واتفاقيات يكون لها بعدها في مسار الرقي بهذه العلاقات وتعزيزها. وتقدم للسلام على فخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو أعضاء الوفد المرافق لصاحب الجلالة، والذي يتكون على الخصوص من مستشاري صاحب الجلالة السيدين فؤاد علي الهمة وياسر الزناقي، والسادة صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، والحسين الوردي وزير الصحة، وعبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والحسن حداد وزير السياحة، وفاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وعدد من مديري المؤسسات العمومية وشبه العمومية وسامي الشخصيات المدنية والعسكرية. جلالة الملك ما فتئ يقرن القول بالفعل من خلال ترجمة حرصه على إقامة علاقات سياسية قوية ونموذجية مع البلدان الإفريقية بمبادرات على أرض الواقع، لا سيما عبر زيارات مثمرة لهذه البلدان تتوج بشراكات واتفاقيات يكون لها بعدها في مسار الرقي بهذه العلاقات وتعزيزها. إنه انشغال دائم وفعلي بتطوير علاقات المملكة مع البلدان الإفريقية، مثلما أكد ذلك جلالته في العديد من المناسبات، ويؤكده اليوم بزيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى غينيا بيساو في إطار جولة إفريقية تشمل زيارة عمل وصداقة إلى كل من السنغال والكوت ديفوار والغابون. ولدى مغادرة جلالة الملك المطار تعالت أصوات الترحيب بمقدم جلالته، حيث تحولت الساحة الكبرى المجاورة للمطار والشوارع التي مر منها الموكب الملكي إلى فضاء حقيقي لفرحة شعبية عارمة. ساكنة غينيا بيساو أتت من مختلف جهات البلاد بأعداد غفيرة لإحياء هذه اللحظات الغامرة في جو من التلاحم، معربين لجلالة الملك عن ارتباطهم الوثيق بشخص جلالته، ومعربين عن مشاعر البهجة التي تغمرهم بمناسبة الزيارة الملكية. أجواء احتفالية وعرس كبير تعيشه غينيا بيساو، التي زينت أكبر شوارعها بالأعلام الوطنية، وفي ذلك دلالة على اعتزاز وحماس الساكنة باستقبال جلالة الملك والترحيب بجلالته. جموع كبيرة من المواطنين والزعماء التقليديين والوجهاء بغينيا بيساو خصصت استقبالا كبيرا رائعا لصاحب الجلالة، امتزجت فيه صور الفرحة والأنغام الإفريقية مع هتافات المواطنين
مجسدة بذلك المستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين. غينيا بيساو تعانق اليوم صاحب الجلالة وتخصه بأروع استقبال كقائد كبير يحظى بالاحترام والتقدير ببعد نظره الثاقب وحكمته وتبصره. هذه هي غينيا بيساو، المحطة الثانية من الجولة الملكية الإفريقية التي تربط الماضي بالحاضر وتؤسس لعهد جديد وشراكة جديدة مبنية على التضامن والتنمية المستدامة. زيارة ملكية في بعدها الإفريقي الراهن تضع هدفاً استراتيجياً لهذه العلاقات، تتمثل في تطوير التعاون بين الدول الإفريقية إلى مستوى شراكة حقيقية وتضامنية في إطار مقاربة جديدة للتنمية. وفي هذا السياق اندرجت الزيارات المتعددة التي يقوم بها صاحب الجلالة للعديد من الدول الإفريقية، والتي أعطت ديناميكية جديدة في علاقات المغرب مع هذه الدول. جولة إفريقية تحظى بالاهتمام الكبير، فهي تاريخية ومستقبلية، تعبر عن انفتاح المغرب على محيطه الإفريقي، وتعكس النظرة الاستراتيجية لجلالة الملك للانتماء للقارة السمراء والتمسك بالجذور. ويأبى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلا أن يحيي هذه الجموع الغفيرة التي تهتف بحياة جلالته ومباركة المجهودات الملكية التنموية لتدعيم العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ليبادلها جلالته التحية والمحبة. ويشعر شعب غينيا بيساو بفرحة غامرة وفخر واعتزاز بمناسبة هذه الزيارة المباركة. وتظهر الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو في أبهى صورها وأرفع تجلياتها من خلال هذا الاستقبال الحار للعاهل الكريم، استقبال ما هو إلا دليل آخر على الالتزام الحيوي والانخراط الكبير لجلالة الملك في كل عمل أو جهد يخدم الفضاء الإفريقي بشعوبه وبلدانه. فهو التزام ينهل من تاريخ مشترك وتطلعات متبادلة.